والله دمجنا تدميجه ما لا اول ما لا اول ولا لا اخر. انا ببالي قفزت. لا والله تدميجه قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي أوقاتكم ورجعنا بلعبة إلدن رينج الأسطورية والفازت بتقييمات عالية على جميع المواقع وأخذت تقييمات تامة. طبعا اليوم معنا الحلقة 14، مثل ما بتعرفوا وصلنا لهذا الدمجن في نهاية الحلقة الماضية. أصدقائي طبعا لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك ومشاركة الفيديو، هذا الشيء مهم للقناة لينتشر. وراح نتابع بما انه التفاعل قليل كتير، فانا راح اضل استمر وما راح ايأس، وخلونا نتابع يا شباب بالدمجن كامل. هلا وصلنا لهاي المرحلة. اوف يله له له بداية مؤسفة. خذ هالطعنة، والله فاجأنا يا شباب، فاجأنا فيه. ما هو مشكلة. تماما. من اول ما بلشت طلع بوتشي قلنا لسه ما بلح يطلع، يعني قلت له لسه في لقدام. تمام تعال يا حبيب، فاجئنا لقلك. هاي تكون حذر، يعني كتير فيها فخاخ الدمج مثل هدول، بتخبوا بالسقف تحت على جنب، فنكون حزينين. والله الباب يعني فورا هون غريب، يعني نفتح باب الزعيم على وقت. ما هو مشكلة، ننزل نكمل تحت نفحص الدمجن كله، لأني أكيد في شيء. ألو في شيء هون؟ لا ما في شيء، والله الوضع تمام. والله في أوقات جدار، هذا هو الجدار المخفي، شايفينه يا شباب؟ الجدار المخفي طلع لنا فورا. تماما. معناتها هذا الدمجن فيه جدار مخفي مثلا مثل هيك، اضربه فبيفتح. اوف اصبع المارق، ما بتعرفوا ما استعملناه لفترات طويلة. هلا هون لازم ما في شيء. اي والله كو فتح. هلا فتحنا هاد ايش كله هاد بنفتح؟ لا ما بنفتحه. هلا اول شيء نتفقد ونمروا لهنيك. والله في شيء. تعال والله. والله أنا مالي محدد، لسا مالي مركز على اللعبة. تمام فوت لله ممتاز. هلا في فتحة من هنيك، بس قلت خليني أول شيء أتفقد هون تحت. صد لأني ما بتعرفني بيطلع لك العدو. هون في فخ شايفينه؟ شو شايف هذا؟ تعال آه تعال. في شيء هون؟ لا ما في شيء. هلا هذا الفخ خلينا نجر واحد عليه. في حدا هون؟ ما في حدا. لا ما في حدا. وي سيزن بقد القبور مثل ما حكينا لترقاية الشبح. هاي غلطة. ماشي ماشي، ما بقولك لسه التركيز شوي قليل، لسه هلا فتنا في اللعبة، لازم هون في طريق. ايه والله تماما. أنا نصد لأني أكيد هذا مولى وحده قدام الصندوق، شايفينه ما معي. تحرك تعال تعال تعال. آه موت. في حدا غيرك؟ آه تعال يا حبيب، تخبوا لألكم. والله هون كمان. آه يا حبيب. لا شايفين الغلطة وين؟ شايفين الغلطة وين؟ ضرب بالحيط، بالحيط ضرب التوين، توين بليد. ما اجته الضربة قام استفرد فيني في الضرب. في شيء هون على الحيطان؟ لا الوضع سليم. خذ خذ حصتك بقى من هون. ايوه رفات جندي رالك راريا، هذا الجنود السحرة يعني تابعين ل للأكاديمية. حلو ما في شيء. أظن أنه أخذنا كل شيء في هاي المنطقة.
ما ضل شيء، هون في شيء ينفتح؟ لا ما في شيء. لا لا بس ننتبه من الفخ، شايفين لو شغلنا الفخ هيك شايفين يجي شيء عدو ياكله تماما. هلا خلونا اكيد طريقنا الاساسي من فوق، طريقنا الاساسي من الاعلى من هنا من هنا. بس ناكل، انا حط الصد عشان ما كنا شيء ضربي. حلو، معناته اكيد هذا في له فتحه، مستحيل صح. كون حذرين. يا سلام كمان هون لازم يكون في له فتحه. يا سلام هذا هو الزعيم، وصلنا للزعيم. والله الدمجن يبدو انه قصير، الدمجن ما هو هل طويل بس فيه اماكن مخفيه لازم واحد يجيبها. بلش في الزعيم، ايش راح يكون الزعيم؟ والله نسيانه الزعيم انا. لا تعال الله، ما بقى نعرف، ما بقى تركيز مخفي اليوم. اليوم بدنا ناكل قتل ونفرق. حلو، خد لعلك انت. لا تعرفوا شو تذكرت؟ هذا الزعيم ما بيموت الا هيك، في هدول هون بزاقات. هلا تذكرته، شوفوا 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 شوفوا، هاي نقطة ضعفه. خلينا نشرب دم لاني طلعوا دمي، عشان إذا أكلنا صواب منه. البزاقات بيجوا هيك ضباب هيك أبيض هون هون، طلع شو هون هون لازم تكون شايفين. هدول نقطة ضعف، شايفين الزعيم عم بياكل دمج منهم. هلا هون في وحدة كمان، هاي هي. الله تذكرت هذا الزعيم تماما. لا طول بقى، في هون شايفين هاي البزاقة لازم نقتله. هو اسمه زعيم البزاقات. تعال خود هاي، شايفين ما بتدمج، لا تقتل هاي. ما بخلينا اقتله، ماشي ماشي ماشي، خليه يلتهي مع هاد. يعني هاي البزاقة هون موجودة شايفينها. يا سلام مات الزعيم، شايفين ما بتقتله الا بهدول، اذا ضل تقتله سنة ما راح يتدمج معك. ممتاز، خلينا ناخذ دم. خلينا دمي انا كثير عم بهمل الدم، خلونا نرجع للتركيز. خالصين، انت الشبح الوحيد ضل معي، ما هداك قتله تماما. والله هدول بيفيدوا كثير، شايفين بموتوا برجعوا بيعيشوا، بموتوا الا اذا هو عم بعيش ضربته هداك وقت ما بيرجع. خلونا نرجع للمدخل ونكمل طريقنا. الله في عنا اماكن علمتهم انا على الخريطه، شايفينه هدول نروح عليهم. هون في عنا اظن حجر ما جبته، لازم اجيبه حجر، فراح نتجه من هذا الطريق. اي من هذا الطريق نتجه على الحجر هذا رقم واحد، بعدين نتجه هون على الرقم اثنين ثلاثة، بعدين راح اكمل لهون للبحيرة، ندخل مثل نهر صغير، فوت لهون لاخر هالمنطقة. خلونا نتابع، بلش من هون. طبعا نتفقد هاي المنطقة البحيرة، وفي عنا تنين لا تنسوا، رح نواجهه وناخذ منه مفتاح الأكاديمية عشان نفوت على الأكاديمية. مو أكيد بهالحلقة، أظن الحلقة القادمة إن شاء الله. نروح على الرقم واحد، في حجر بس وين رح نلاقيه بالضبط؟ هلا رح نشوف حجر. لا شو، ما عاد أتذكر. نتفقد المكان محل ما اللي حيطلع علامة، هون حيطلع علامة. أنا في شي وين الحجر؟ وين العلامة؟ ها هذا هو القاش، شايفينه يا شباب؟ يا سلام شايفين، أخذنا الحجر، علامتنا مظبوطة 100%. خلونا نتابع للعلامة الثانية اللي أقرب لنا. أخذنا حجر القاتم رقم 2، والله ممتاز يعني.
الأكاديمية هاي راح نفوت بس إلها مفتاح عن التنين، أكيد راح نجيبه وراح نواجه تنين صعب، يعني ليس بالسهل، لكن هذا الشيء راح نتخطاه إن شاء الله في هاي الحلقة. ممتاز، جيد، ونشوف إذا في شيء بطريقنا بتاخد ناخده يعني. طبعا هلا هون هذا المكان، شو هذا المكان هون عبدين لانو شي هذا المكان؟ والله في، لا في ايتم هون، اوف حجر اثنين، ممتاز. نكمل طريقنا مثل ما قلنا، إذا في شيء تاخد رح ناخده. وين العلامات؟ اثنين هون، ممتاز. رح نكمل طريقنا، ايش في شغلات بتاخدوا رح ناخدهم. نتفقد هذا المكان يا ترى، هون بنطلع هيك شي؟ لا مسكر هذا المكان، لا. رح نكمل طريقنا نتأكد اذا في شي هون، اني حيث علامي انا هون لازم يكون في شي مثلا هون، لا. انو ليش حيطت علامي انا؟ شايفين العلامة هاي هي. لازم نتفقد المكان جيدا. لا لا تسممينا، لا تسممينا، اكيد في شيء. نقرب شوي على الشاطئ. هو مستنقع صاير، هذا مستنقع. في جريس هون، خلنا ناخذ الجريس هذا يا شباب، في جريس. تماما، ممتاز. لازم يكون في شيء. ربع المعبد، ايوه وصلنا لربع المعبد. في شي هون، في شي مستحيل. هذا الصندوق شايفينه؟ في شي عبالكم في شي، يعني هاي ربع المعبد هون اخذنا الجريس تقريبا. والله بتجي على هالمنطقة هي فيها عنا. هات نشوف ايش في شغلة اسطورية في هذا الصندوق. اوف فأس شارخ الجليد، هذا بتمتع بالجليد هذا الفأس. طولوا باكم لا تبخوا علينا. والله صفى عنا منطقة وحدة من الرحلة هي هاي. يمكن هون رح نلاقي التنين يعني بالمنطقة هاي المتجهين عليها حاليا. شايفين هذا هو الجريس اللي اخذناه. وهون المنطقة لازم نواجه فيها التنين، بس وينه؟ هلا بنحصله. يا سلام، معذبنا برقد كمان. توقف شوي خلتك لك سواب. هذا هو التنين يا شباب، شايفينه؟ يا سلام، في وراه مفتاح. خلينا ننزل العمالقة لعنا. تماما، هلا هفرجيكم المفتاح منين رح ناخده. وراه تماما، ورا تنشوفوا هون مفتاح الأكاديمية. هلا نأمن عليه. هذا هو، أخذنا مفتاح الأكاديمية. لا والله دمجنا تدميجة ما لا أول، ما لا أول ولا لا آخر. أنا ببالي قفزت. لا والله تدميجه قوي.
لا ابو التدميج ده موت. ها والله كان تعال الله اشرب دم. يا سلام لعين. جوادي راح جوادي راح ولا روح لي. ممتاز والله تدميجه قوي افدنا والله. عم بضربه من تحت. ممتاز وضعنا. بس الحصان عم ياكل اصابات عني شايفين الحصان بلش يروح. شايفين راح الحصان هي ما بنريده. ممتاز ايوه يا سلام. شوف وين بدي اضربه الضربه القاضيه. لا ما قدرنا نضرب الضرب. ممتاز ممتاز تموت من اول جوله معي. لا خذ له لك. ممتاز لا الدم 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يوصلني. لا ما بقى شيء فيه. قتلنا واخيرا والله ما صورت من اول جوله اقتله. اصلا بدي اروح معي 4-5 جولات. ممتاز اوه ممتاز. انتو يا الهياكل العظمية شايفين يا شباب الهياكل العظمية لهلا عايشين وعم قاوموا ضده. يا سلام يا سلام عليكم يا الهياكل. بس دم ما ضل عندي دم فقدت كل الدم. ممتاز ممتاز هذا شيء جيد جدا. الخيل ما بنقدر نجيبه. نروح للجريس با خلاص اجباري نروح للجريس هاد اجباري. ممتاز خلونا هيك نشوف ترقية ممكن. لا ما ممكن ما ممكن ابدا. نشوف المفتاح الاكاديمية اللي اخذناه. لحظة مو هون هون الزاد هذا المفتاح. لحظة خلونا نشوف المفتاح اللي اخذناه. ايه هذا وهذا ومفتاح الجامعة شايفين يا شباب هذا بده يفتح الباب الجامعة ونقدر نفوته تماما. وعندنا صار قلب التنين ممكن انه نجيب تعويذة. وانا عم بتصور انه اجيب تعويذة لحظة لحظة انا حيت التعويذة وين 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 الجريس. في تعويذة فك التنين انا اخذها من فترة وما استعملتها. هاي التعويذة وينها؟ لا منا ما مالي حيطة وين وين التعويذ. هي فك التنين اسطورية وراح استعمله. ممتاز هلا طريقنا بما انه تخطينا التنين وبسهولة الحمد لله. وينها بسهولة والله يعني للاخير ما ضل عندي ولا علبة دم. الخيل راح الشلال اسمه هو الخيل هلا تذكرنا اسمه الشلال. اخذنا مفتاح من هون من هاي الزاوية. في شيء نتفقد ايوه هذا مقتول هو كان معه المفتاح. ممتاز هلا نتابع طريقنا نشوف الخريطة. ثواني يا شباب نروح هيك بهذا الاتجاه. هلا نشيل هاي العلامة هون ونحط علامة على هذا المكان نتجه له. ايوه طريقنا هيك
هلا بإمكاننا نفوت على أكاديمية السحر. وين أكاديمية السحر؟ هي هي، شايفين راح نفتلة بالتأكيد. بس ولكن خلونا بعض الأشياء الله نخلص من هذا المستنقع. مش في هون؟ أوف، حجر ثلاثة، والله ممتاز، بفيدنا للترقيط سلاح. هذا بحتاجه ترقيط وين بليد. بحتاج شوف فرجي ايش في، مين اللي حقنا؟ يا لطيف، هدول معهم خيل. تماما. هلا هون ايه هذا البرج، البرج اللي بيعطينا ميدالية للسحر ولو لغز نحله. تماما تماما معلم عليه. بس اول شيء خلونا نشوف هذا ايش في عندهم هون، إذا في شيء ممكن نستفيد منه. أيوه والله إن شاء الله حجر. أوف والله حجر اثنين، ممتاز. لو ثلاثة يعني كان أزبط. خلونا نكمل على البرج. يعني مع أني اليوم فت اللعبة مالي مركز إلا أنه قتلنا التنين بجولة واحدة. والله شيء غريب، شيء غريب. هاي جريس، هاي جريس. هل ناخده؟ ممتاز. ونتجه للبرج فورا، نتجه للبرج ونحل اللغز البرج وشان نصعد عليه. هذا اكيد يعني له حل. لحظة خلونا نقرأ، اكيد يقول لي انه ثلاث وحوش حكماء بدنا نقتلهم. هن الثلاث وحوش حكماء هدول السلحفات راح تلاقيها. راح نبدا فتح اي سلحفات وحده منهم، راح نضرب هاي اول وحده. ثلاثه راح لازم. يا السلام، هاي اول وحده. وانت ايش وضع؟ ما في شيء تعطينا يا ما في شيء. هلا نبحث. لقينا واحد وفي عنا الثاني. هذا هو؟ لا والله هدول الهياكل العظمية مالنا فيها. رح نبحث إلا ما نلاقي سلحفات. شايفين سلحفات وين؟ على الشجرة. وين الأسهم؟ تنصاب؟ لا. عم يضربني؟ اضرب. ممتاز. ضربنا تاني واحد، مع إني أكلنا صواب من هذا بس. هاي بيب. لحظة تعال عم تهجم يعني ومالك عارفين حالك رايح على الموت. تعالوا حبيبي. تمام. اوه كمشني. واو على الدمج. واو على الدمج. ايش ما بيموتوا هدول مثلا؟ أنا شايف رأيي أتركهم، شغلتهم طويلة. نبحث عن لازم يكون بهذا المكان. أنا أظن شوفوا أنا تحت هيك. لحظة. أنا بتذكره. خلينا نشيل هاي الإشارة تماما. راح ألاقي أكيد هون بهذا المكان. لحظة. إلا ما يلتقى. لا ما في شي والله. لحظة خلونا نكثف البحث نتأكد 100%. هذا هو شايفينه. يا سلام. تعال الله استعمل معك البرق. ليش وقعت انا يعني معك؟ ماني عارفين حالي راح اوقع بس ما هو مشكلة. راح نطلع لفوق.
ممتاز. هلا عنا ثلاثة وحوش كشفناه هون، وراح نشوف انه الباب فك عنه التعويذة، شايفينه فك التعويذة. يا سلام، شغل الإنارة. شايفين في سلم، خلينا نتفقد اول شيء المنطقة. ما في شيء على السلم فورا، نصعد للأعلى لأني في ميدالية رح ناخده وتزود لنا خانة للتعويذات، عشان شاد فينا نحط تعويذات. هذا شيء ممتاز. يلا افتح هات الميدالية هاي. صح، نظامي نظامي. يلا زاد عنا مكان فارغ، رح نتأكد. شايفينه هذا هو، ممتاز. صار فينا نضيف تعويذة تانية، بس انا عم بفكر اجيب تعويذة الجليد، تنينة الجليد. هي تعويذة كثير اسطورية. هلا طريقنا راح نكمل مثل ما قلنا، افتح الخريطة، طريقنا نتجه لهذا المكان. راح نمشي خطوة خطوة، بما انه في جريس خلونا ننزل على الجريس، يعني نقص شوي من دمنا، نقص من السحر، روحنا شوي. ما بتعرف جوز واجهنا وحش، جوز واجهنا اي شيء على الطريق. خلونا نتابع لهذا الطريق. اوف طلع شو عم بنزلوا. ولا عم بستنوني لاجي حقوني. ممتاز. لحظة، خلينا نتفقد هذا المكان. في شي هون؟ ما في شي. لكن ليش حيطينه؟ وقفوا لحظة لحظة لحظة. أيوة، لا لا في هون في شي. يلا يلا بخوا السم، ان شاء الله بقتلوا بعضهم. بعرف انا بقتلوا بعضهم يعني، بس شلون طريقتهم؟ ابو السم، الله دخلتنا مميتي. خلينا نفوت. معلش 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 معلش. اوه سم 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 سم. وين وين التعويذة؟ تعويذة تعويذة. هات 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 التعويذة يا ساتر. ممتاز. غب الله غب الدم. بس بدنا نوصل للهي. ايش هالايتم هذا؟ هات هات هات. شو؟ ايش هالمخلب؟ لا لا دم 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 دم. يا حيف علينا والله علقنا. ممتاز. ممتاز الطريقة، ممتاز. يلا استردينا الدم. هل في شيء عنده؟ لا لا ما في شيء عنده. خلونا نطلع من هاي المنطقة بما انه استردينا الارواح واخذنا الايتمات هون. خلاص ما في داعي نكمل نقتلهم. ايوه هلا طريقنا. لحظة لحظة هون، لاني ما عم بفتح معنا الخريطة، لاني موجودين هدول اللي عم بهاجموا. خلينا نتفقد هذا المكان اذا فيه شيء. ايوه
معناتها انت في عندك ايتم حلو. ايوه الشحم التخضيري. هاي تابع ما في شي. سال يحقني لك، عيب عليك، عيب جاع. نتابع طريقنا، لساتنا عن المستنقع. بس لحظة، صح لازم نروح هاي المنطقة هيك. ممتاز طريقنا، ايوه هيك. بس خلونا نشوف هالمنطقة هون ايش فيها، ايش فيها ايش ما في. رح نتفقد عسى ولعل انه يكون في شيء ايتم او ايش. ما في شيء، ما في شيء حاليا. شباب بيركنون طريقنا على هذا النحو من هذا المكان، نعبر محل النهر الضيق. والله شايفينهم في عنا الكريس، كريس يعني قدامنا مبين الكريس. رح نعبر من هذا المكان، ممتاز. خلنا ناخذ هذا الكريس. ريح ريح، ما لنا خسران شيء، ريح. شوف شو اسمه الكريس، الاخدود. ليش ما سموه مثلا الوادي؟ صاير مثل الوادي يعني، انا حسه تماما. رح نعبر من هذا المكان اذا في شيء. سم، يا سلام على السم. هدول السامين. انا عم بتفقد المكان بحيث اذا في شيء اقدر اخده رح اخده. ممتاز، حاليا وصلنا الى منطقة مفتوحة تقريبا. في جندي هنيك، تماما. تابع منتابع منتابع، رش السم لقلك ويخرت معك مع السم. هلا في طريق هيك لفوق، تمام. بس خلونا نشوف وين الوضع. طريقنا نحن هون لاخر هذا النهر، هو في البذرة الذهبية جولدن سيد، تماما. هاي ما اخذنا، هاي ممتازة. هلا هاي بتزودنا علبة من الدم، ممتازة والله اسطورية. خلونا نشوف لقدام. ايه في عنا هون كوخ، خلنا ناخذ هاي. اوف حجر الحدادة خمسة، والله ممتاز. ايوه نحن وصلنا لهي المنطقة. خلونا نوقف. يا حلاب القناة ما في. شايفين هاي المنطقة هون، مجرد ما نطلع لفوق وناخد جريس بالمنطقة الصفراء راح يخرج رادان. رادان هاي المنطقة هون الصفراء، بس مجرد ما نطلع عليها او ناخد اي جريس راح يخرج رادان ويجي للمنطقة القلعة هاي ويخربها، وفيها زعيم راح يموت ما راح نقدر ناخد منه سلاح. فلذلك ما راح نعبر قبل ما ناخد هاي القلعة بالكامل، هداك وقت نقدر نعبر على المنطقة الصفراء، لأن أي خطر رح يروح علينا القلعة هون. في هون سلاح أسطوري، سلاح الأول في اللعبة يعد تقريبا. طبعا رح نرجع ما يكون شايفين. خلنا ناخد هدول أول شيء هون، نتفقد المنطقة إذا في شيء بتاخد. هاي المنطقة رح نرجع لها بس ننهي القلعة لعند رودان ونقتله، بنتهى الموضوع بنقدر نجي نعبر لهون ونكمل طريقنا. ممتاز، خلونا نكمل طريقنا نشوف هون. في شفنا شيء هون جندي، شو ايش الوضع هون؟ هات اعطينا اياه، تماما. اوف لا في خفاش هاد. ممتاز، برعم باللوري. هاي المنطقة نطلع لفوق شوف إذا في جريس رح ما في جريس رح ننتقل للمنطقة الثانية. نتجه نحو كهف.
راح ندخل كهف ونضبط الوضع. بس خلو اول شيء نتفقد هذا الموضوع. والله هذا الجندي قوي، ما رأيت له، قتلته قبل هالمرة، شايفينه وما اعطاني شيء، وما اعطاني اي شيء. حلو، هون ايش في عنا هون بهاي المنطقة؟ هاي في بائع، ممتاز، عنا بائع ممتاز. خلينا ننزل لعنده. لا اريد اي مشاكل، ما جينا، ما احنا جايين نشتري من عندك. في عنده هاي الاصبع المارق يلي بتفعل رادين، ممتاز. احجر، حجر ما عنده. كتاب طبخ، خده ناخذ كتاب طبخ، ليش لا؟ نبال سهم، انا ناخذ من عنده كم سهم؟ 50 واحد، والله خذ 100. ميت سهم، تجاوزنا حد الأقصى، معلش تمام. هلا عنا هيك نعرف انه في عنا اسهم، انتهينا تماما. هاي المنطقة حاليا انا ما بتذكرها، بس رح نجي عليها. في جريس، والله ليش ما ناخده؟ في جريس ليش ما ناخده مثلا؟ جيد. لا هي بالمنطقة الصفرة. لحظة. لا. كنيسة البيلوم. الدمعة المقدسة. نعم. جيد جدا. الدمعة المقدسة. خلونا أول شيء نزود العبوات والكأس المقدس. شايفين في عنا زيادة؟ هل تستعمل الدمعة المقدسة؟ نعم موافق. ليش ما نضافت قنينة أبدا؟ ما في تماما. القنينات نشوف إسناد القناة 7-2، والله مناسب جدا. لحظة نشوف إيش في عنا. نروح على الحداد إيجي جمنا، هون هو جارنا. نشوف اذا في شيء عنا بالتوين بليد بتطور، رح اطوره. التوين بليد لازم يتطور. وينك يا الحداد؟ هذا هو الحداد. تماما. تعزيز سلاحي، والله لازم استبدنا حجرين ثلاثة. لا ما رأى طولان، بدي ياخذ من الحجار ثلاثة. لا، هذا حجر اثنين، معلش خلي ياخذ حجر اثنين كمان. حجر اثنين ما هو مشكلة، حجر ثلاثة لا ما رأى طولان. حجر ثلاثة رح عيفه للتوين بليد، وهذا بده حجر ثلاثة وهذا بده حجر. هلا مطلوب عنا الحجر ثلاثة بكثرة، ممتاز. طريقنا نروح هيك، نروح على بوابة هاي القلعة. في جريس رح ناخده، ممتاز. هدول البرق رح نبعد عنه بهاي الطريقة، شايفين؟ بضربوا علينا، رح يندم، ممتاز. هذا هو الجريس، رح ناخده. لكن هون ما رح نفوت حواليه، يعني هون في الايادي، الايادي العملاقة يا شباب، اسطورية الايادي العملاقة، يعني كتير كتير صعبة. هلا ما رح نفوت من المكان هاد، رح ننطلق. في هون بحيرة الايادي العملاقة، انا متذكرة يعني كتير كتير يعني صعبة، بس الها طرق. رح نجيب الطريقة ونقتلهم، تحرقهم، يعني هني اهم شيء انه تحرقهم. حرقناهم كتير بتدمجوا بالحرق. اها في ايش عنا هون؟ تماما في البحيرة. راح نستنى يجي من هون الايش. ممتاز. يلا تعال.
تعال ايها الاش اشف. لك 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 بعرف بيجي هيك. انا شفته لحظه نشوف. ها تمام لقطك والله باول ضربه ممتاز. حاليا وين بدنا نتجه؟ من عند التنين يوجد الكهف. ايوه محل ما قتلنا التنين يا شباب. رح نرجع لهذا المكان. التنين قتلناه هون في هذا المكان. الكهف رح يكون هيك بهذا المكان هون بالضبط تقريبا هيك. لازم يكون بهاي الشقفة نور ويست. نور ويست هون بهاي الشقفة لازم يكون. تمام لازم نرجع هذا البليس. تمام هيك لازم يكون صح. قتلنا التنين هون بهذا المكان. هذا المكان اخذنا مفتاح الاكاديمية جامعة السحر. نشوف اي مكان. ايوه من عند التنين. لا هيك لحظة هيك لعند التنين كتبنا هيك لازم تروح. لحظة خربطنا عفوا على الخربطة لكن هيك طريقنا. والله هذا الجريس اخذناه. لا ما اظن. لا ما اظن اخذناه. عند الشجرة ما اخذت جريس انا. ممتاز هي اخذنا جريس. هذا جريس خلينا نشوف وين موقع بالضبط. تماما خلونا نشوف على الخريطة. أنا أشرت لكم غلط. لازم يكون بهذا الاتجاه. إيه هون لازم يكون في كهف بهذا المكان. اتجاهنا صح. كهف بس خلونا نشوف. سنجد الكهف. سنجده إن شاء الله. هذا هو الكهف. شايفينه يا شباب؟ هذا هو الكهف. وكمان ما بيفتح الا بمفتاح. راح نفتح طبعا. بما انه نحن تحت فوقنا مدينة السحر فاكيد هدول عناصر الموجودين هون بتعاملوا بالسحر واكيد راح يكونوا معنا صعبين. كهف باللور الجامعة. تماما خلونا نخوض المغامرة. مستعدين؟ مع اني معنا مصاري بس لكن مو مصاري هو الارواح هي. بس يلا ما بنحسب حساب انه نخسر ان شاء الله. استقبلنا اول شيء فقر. تماما موتوا بسلام. في حد هنا ما في شيء هون. لا ما في شيء. جوضة باب جوا يا شباب. ايوه يا سلام. والله هدول الجماعة ثلاثة اذا طحشنا عليهم افضل ما نضرب هذا الواحد. فايش نستعمل معهم؟ استعمل هاي التنين. يا سلام خلونا نشوف قبضة التنين. اثنين فرد ضربة. اوف يا سلام على قبضة التنين. حلو بدنا سلاحنا. لا ابوه كل هالضربة روحت لي الدم. مستحيل. خطيرين جدا معنا تدميج قوي جدا. ايش زعماء هدول معناتها يعدوا زعماء وخطيرين جدا. لازم ننتبه. انتم ايها الفئران
روح ودع لي الملاعب. ممتاز والله. قبض التنين، ما انت اسطورية. فك التنين، انا بعرفه اسطوري. فك التنين اسطوري. اتنين شال اتنين فرد ضربة يعني. خلونا نستعمله معهم. والله اتنين فرد ضربة فهذا شيء اسطوري. يا سلام ثلاثة. يا حبيب انت قتلتنا. خلينا ناخذ اول شيء ارواحنا عشان ما يروحوا علينا. ممتاز والله. فك التنين شال ثلاثة. والله شيء اسطوري، شيء اسطوري. يا سلام على فك التنين. خلونا نعبي رصيدنا السحر. ممتاز يلا نتابع. ما في شيء، ما في شيء، اماكن كلها مسدودة. لحظة، لا ما في شيء هون. تابع نتابع البحث يعني، اكيد طريق راح يكون من هون. اوف 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 اوف. تعال تعال. منيح فاجأتنا والله انت. والله في طريق هيك وفي طريق هيك. اكتشفنا طريقين. هون في شيء؟ لا. خلونا نتابع من هذا الطريق اول شيء. بعدين نرجع للطريق الثاني. ايوه كمل بهذا لنرجع. لا كمل كمل خلاص 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 ما راح ارجع. بيعملوا لك اياه مثل ايوه. لا 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 هوني الزعيم يا شباب. الله تذكرت الدمجن تمام. هذا الزعيم هون. روح من هذا المكان تفقده بعدين بنرجع. يا سلام مفتاح الحجري. يعني كان يعبونا فتحته رح نعطيكم اياه هون. ممتاز مثل ما فتحنا الكهف يعني. في شيء هون فتحه؟ لا. ممتاز. متى مواجهتنا مع الزعيم حاليا؟ منيح رجعنا هون. لازم هون معدين اول شيء. تمام طريقنا لعند الزعيم حاليا. هلا تذكرته. في هون واحد جامد قوي قوي. هلا في عنا هون طريق. يا سلام. خلونا نطعن هاد وعالسكت. ممتاز. لا قسوا علينا شلون. نزلت تحت يا حبيب. ما بدنا مواجهات عنيفة معهم. تعال تعال ابوه على الضربة هاي. هدي. لا 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 يا بي على هالضرب هاد. يا بي شو هالضرب هاد. خلينا ناخذ ال ما بدي اواجه هداك. بدي اواجه الضعيف. حلو. يا ترى هون راح ناقصة هون. هون لا. تماما تماما. هلا هيك. تفضيت لها. تعال عندي. تعال عندي. اوه والله عم بضرب من هون.
تعال عندي لأشوف. والله ضربت ضربة. لا لا لا، ممتاز. عبي دم. مش انا اواجه هاد، لو اواجه زعيم انا والله احترت معه. فك التنين. لا 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 لا، حاجي بي حاجتك بقى، حاج حاجتك. مين عم بضرب؟ يا سلام، انت كمان لحقتني لهون. خلونا نروح نواجه الزعيم. اكيد هذا الزعيم انا ذكرتهم. هذا هو زعيم البلورات، بس ان شاء الله ما يلحقني. هاد امورنا بخير، بس ما بعرف اذا راح اموت لا لا. بس خلونا ناخذ سلاح، سلاحنا اللي استعمله هذا ضد البلورات لازم يكون الطرق، عنوانه الطرق. شايفين يا شباب؟ لازم يكون هون، باين باين عليكم الطرق، باين عليكم. اقروا عليه راح يبين الطرق انه سلاح ثقيل لازم يكون تواجه فيه البلورات. يلا خلونا نفوت عليهم. اول شغله نحضر ال، لا ما اتفقنا. هي تعالوا الاشباح. تاعي لا تضرب. فاضي. يا سلام، اول واحدة قتلنا، الثانية الثانية تفضلي. فاضي. يا سلام يا سلام، ما راح اخليك. خلينا نريح شوي. خلص فرجينا ابداعاته. والله احسنتم يا الهياكل العظميه. تعي تعي تعي، موتي موتي موتي. يا سلام، لازم نعملها ضربه قويه، بس الضربات متتاليه لحالها معلقه. تماما. سقط العدو وقتلناهم بسهوله. شايفين؟ لكن الزعيم شايفين برا، ايه اقوى من هذا الزعيم اللي واجهناه هدول هون. يا لطيف يا لطيف على هداك المقاتل. خلينا نطلع من هون. قالوا ليش هيك مسوينه قوي هذا الجنب الزعيم؟ يعني والله ما بعرف، يعني يعني المفروض انه هو يكون الزعيم مو هدول. هدول يحطوهم برا البلوريات، هدول التنتين كريستال مو البلوريات، زعيمات الكريستال يكونوا برا، وهداك الزعيم على قد ما هو قوي. سحر الارض ترى ماجيك. ايوه هذا بنحط تعويذه، تعويذه اكيد. هل ننزل؟ ممتاز. يلا نتابع لتحت. ممتاز، وصلنا. الله، راح نخرج من هذا الكهف خالصين تماما اصدقائي. اصدقائي الى هنا وننتهي من هذه الحلقة. اظن يعني ساعة او تخطينا الساعة، ما ادري يعني بالضبط ايش قد، لكن شكرا لكم على المتابعة لهي اللحظة، شكرا لكم من القلب. لا تنسوا مشاركة الفيديو، اللايك والتعليق والاشتراك، هذا شيء مهم جدا، ومشاركة الفيديو عند الاصدقاء طبعا. الى اللقاء في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.